عينه نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اتممنا ولله الحمد في الدرس الماضي ما يتعلق بالقسم الثاني، وذكرنا ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا القسم تفسير التوحيد وفسر التوحيد بضده وبضده تتبين الاشياء. ذكر في تفسير التوحيد انواع الشرك الاكبر: الشرك في الدعاء، والشرك في المحبه، والشرك في الطاعه، والشرك في النيه والاراده والقصد. واخذنا ما يتعلق في الشرك في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، والشرك في الرقى، والشرك في التمائم. وذكرنا أن التعليق من يكون من القرآن ومن غير القرآن، مساجد أو غير المساجد. الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد عليه الصلاة والسلام ونهى عن زخرفة المساجد. الله سبحانه أنزل علينا القرآن حتى نزين بالجدران؟ لا. وهذا الذي قلنا، يعني هذا موجود. طيب، ما يتعلق بالاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. ثم أن المؤلف رحمه الله جاء بقسم ثالث، وهذا والله قسم أخواننا مهم جدا، أراد أن يبرهن ويذكر أدلة على أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أولى، لا الأصنام ولا الملائكة. في الباب الأول ذكر بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أولى. في الباب الثاني ذكر بطلان عبادة الملائكة، والملائكة هم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف. الذي يخاف يعبد ما يمكن. في الباب الثالث ذكر بطلان الشفاعة، أن الشفاعة حق لله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة يوم القيامة حتى يأتي الإذن من الله. قل لله الشفاعة جميعا، إذن بطلت الشفاعة إلا من الله. الثالث الهداية، هداية التوفيق ما يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، إذن بطلت عبادة ما سوى الله بهذه الأبواب. إذن هذا هو القسم الثالث، أراد المؤلف رحمه الله أن يسرد يذكر الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. ولو قال لك قائل ما الأدلة على بطلان عبادة ما سوى الله؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا. أشركون؟ كيف هذه لا تخلق ومن لا يخلق لا يعبد، وهم في الحقيقة خلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، يخلقون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هل يستطيع نصر الداعين؟ قال: ما يستطيع نصر أنفسهم فضلا ينصر غيرهم. والذين تدعون من دونه ما يملكوا شيء من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو افترضنا سمعوا ما استجابوا. هل يمكن يستجيبوا في يوم من الأيام؟ قال: لن يستجيبوا إلى يوم القيامة، ويوم القيامة عداوة أيضا. ولا ينبئك مثل خبير. شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشجة تكون في الرأس وفي الوجه خاصة، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. هذا فيه بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية فضلا يدفع عن غيره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو يعلم الغيب ما خرج إلى أحد وحدث ما حدث من الهزيمة، وهو شج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أشد الناس ابتلاء أن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفيه أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد فهذا لا يعني أن الله لا يحب، بل من علامة إرادة الله بعبده الخير أن يعجل له بالعقوبة في الدنيا. هذا علي رضي الله عنه، ما مر معنا في الدرس الماضي بالأمس، أن الرجل يحب الله رسوله، يحب الله رسوله وبه رمد. بل يقال والله أعلم أن علي رضي الله عنه كان موكول بالبلاء، يخرج من مصيبة يدخل في مصيبة ثانية. هل يدل هذا أن الله لا يحبه؟ لا،
من علامة إرادة الله بعبد الخير أن يعجل له بالعقوبة في الدنيا. هل معنى هذا أنك تدعو الله بالبلاء؟ لا، تدعو الله: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وغير هذا. طيب، استبعد النبي صلى الله عليه وسلم فلاح أناس، فقال له الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، هذا ليس لك، فلاح هؤلاء وعدمه هذا بيد الله. وهذا فيه بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. عندما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيه، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل، فيه جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان جاد في هذا الأمر وفعل أشياء نسب بسببها إلى الجنون. وكذلك لو يفعل مسلم اليوم، لو يقوم الشيخ ويقول: يا أيها الناس اشتروا أنفسكم، قل عنه مجنون. مجرد ما أنزل عليه وأنذر عشرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام، جاد، جاهد في الله، حقق جهاده عليه الصلاة والسلام، بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة وصرح لكل الخلق: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا قليل ولا كثير. ثم ذكر أقرب الناس إليه وبخاصة فاطمة رضي الله عنها، قال: سليني من مالي ما شئت، هذا الذي أقدر عليه، النفقة، لا أغني عنك من الله شيئا، لا قليل ولا كثير. فإذا كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا، وآمن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم، بعض الناس، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. فإذا كان القرب لا يغني عن القريب شيئا، دل هذا على منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم مقام النبوة، لو كان ينفع أحد نفع فاطمة رضي الله عنها. الذي ينفع أخواننا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم في قلنا في هذا الباب الأول بين بطلان عبادة الأصنام ما سوى الله وبطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا قال فيه أن أحد لا يغني عن أحد شيئا، لو كان يغني عن أحد شيئا، أحد، تربة أحد وكذا، كان أغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قتلوا رضي الله عنهم عند أحد. والثاني قلنا فيه بطلان عبادة الملائكة، هم أقرب ما يكون إلى الله عند خواص بني آدم، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، يخافون، هذا دليل على بطلان عبادة الملائكة. أما الشفاعة، الشفاعة أخواننا، الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. الشفاعة تنقسم إلى قسمين: مثبتة ومنفية. الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. أما الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق، هذا تقدم معنا في الدرس الماضي، يصح أن تطلب من المخلوق بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. إذن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: مثبتة، أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه، تطلب من الله لا من غيره، ومنفية، نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة المثبتة تطلب من الله بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له، شروط ثلاثة جمعت في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. هذه الشفاعة أثبتها الله لنفسه، تطلب من الله لا من غيره، تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يشاركه فيها أحد، وشفاعة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام،
ولأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام ملائكة والصالحين كل موحد. الخاصة وعامة، خاصة ثلاث أقسام وعامة ثلاث أقسام. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في أهل الموقف، والشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. العامة لكل موحد، الشفاعة في رفع الدرجات كما نصلي على الجنائز، والشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. شرع الله سبحانه وتعالى الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. مرة أخرى، الشفاعة هي التوسط للغير في جلب نفع ودفع ضر، تنقسم إلى قسمين، مثبتة ومنفية. المنفية نفعها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. الشفاعة المثبتة أثبتها الله لنفسه، تطلب من الله لا من غيره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة يوم القيامة حتى يأتي الإذن من الله، وتطلب من الله بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن مشفوع له. تنقسم إلى قسمين، خاصة وعامة. خاصة الشفاعة العظمى، والشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وفي فتح أبواب الجنة، لأن أول من يستفتح لدخول الجنة النبي عليه الصلاة والسلام. والعامة في رفع الدرجات، من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، أو من استحق دخول النار أعوذ بالله ألا يدخلها. هذه هي الشفاعة. ثم ذكر باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. أراد أن يبين أن الهداية، هداية التوفيق، هذا لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يملكها كان أدخل عمه في الإسلام، لكن ما استطاع. إنك لا تهدي من أحببت، تحرص حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته عمي أبي طالب، ما استطاع. وهذا فيه بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. والهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية دلالة وإرشادها، دلالة وإرشاد يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ويملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، بشرط أن يكونوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الدعوة إلى الله يا أخي عبادة، والعبادة ما تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في قال في أبي طالب. جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم وجده واجتهاده، وفيه جواز زيارة الكافر، بل أحيانا تكون الزيارة واجبة إذا كان يتوقف عليها إسلام هذا الكافر. وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. يقول هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، لأنه كان بهذا نسأل الله العافية والسلامة خاتم له بخاتمة الشقاء بسبب الرفقة السيئة. وانت انتبه، قد يختم لك وانت لا تدري مع إنسان كما ختم لأبي طالب. اي نعم. وفيه قال مضرة الفخر والتمسك بما عليه الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة. قال لأنهم في القصة لم يجادلوه إلا بهذه فقط: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما كرروا عليه غير هذا. فأعاد، هذا في حرص النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه. وأضر ما يكون شيطان الإنس أضر من شيطان الجن، إن شيطان الجن تستعيذ بالله يفر، لكن شيطان الإنس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يزيد. فعاد عليه. انتبه للرواية الآن، يقول فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. انظر يعني الآن عبارة، شوف، يقول فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. في تغيير هنا في الرواية. الآن مثلا أنا أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. تقول قال عليه الصلاة والسلام هو النبي ولا كذب هو ابن عبد المطلب؟ لا، تحكي نفس الكلام الذي
تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، تقول قال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هنا الرواية قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، في تغيير هنا، هو قال أنا، الراوي راوي الحديث قال والله ما أحكي الكفر بلساني، مع أنه حاك الكفر ليس بك، قال والله ما أحكي. هذا فيه تحقيق التوحيد حتى وإن كان هذا ناقل، مع أنه ناقل ما عليه شيء. فغير الراوي عندنا، راوي الحديث غير، قال فكان آخر ما قال هو، هو المفروض يقول أنا، ما استطاع أن يقول أنا، ما استطاع. شوف التوحيد، تحقيق الرواة، يقول تحقيق الرواة للتوحيد. نعم، قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا نعرف بهذا أن ملة عبد المطلب نسأل الله عافية السلام الكفر. وقال فيه أيضا يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لكن دون أن تقول له قل، لأنه مع الضجر ومع الألم قد تقول له قل ويمتنع، فتلقنه بلطف. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الأبواب، وها يعني أبواب مهمة جدا لبيان بطلان عبادة ما سوى الله. هذا هو القسم الثالث. ثم ذكر القسم الرابع، كأنه سائل يقول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاد، لماذا يقع الكفر؟ ما هي الأسباب المؤدي لوقوع الشرك في الأمة؟ ما هي الأسباب؟ ذكر المؤلف رحمه الله أسباب ثلاثة، ثم ذكر باب رابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذه الطرق كلها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بهذا. لقد جاءكم، والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من البشر، عزيز عليه يشق عليه كل ما يشق عليكم، باذل غاية جهدي في دفع المكروه، وباذل غاية جهدي في جلب المحبوب. إذن هذا القسم أراد أن يبين أسباب الكفر حتى نجتنبها. أسباب الكفر عند الشيخ ثلاثة، الأول الغلو في الصالحين، الثاني مضرة العكوف على القبر لأجر عمل صالح، فكيف لو كان العكوف لعمل غير صالح. السبب الثالث من الأسباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات، وهذا هو هي أسباب الشرك الآن، هذا اللي يذكر الشيخ الآن. الأول الغلو في الصالحين، والثاني مضرة العكوف على القبر لأجر عمل صالح، والثالث الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ثم الباب الرابع أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. الباب الأول الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين هو سبب الشرك قديما وحديثا. أول شرك حدث في الأرض بشبهة غلو في الصالحين، أناس صالحين أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب وسموها بأسمائهم ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك واحد، وفقد العلم اثنان، طال عليهم الأمد وفقد العلم، والتصاوير والتماثيل ثلاثة أشياء. فصنع قوم نوح عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء، صوروا وعكفوا وطال عليهم الأمد، بعد هذا كان كانت العباد. فهذا فيه يقول معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. وانت ترى بعض الشباب هدانا الله إياه يعني أضع صورة الشيخ في جيبه، ليش يا أخي؟ قال والله أتذكر الوعظ والدروس والعلم الذي كنا عليه. يضع صورة والده في المجلس مثلا أو جده الأكبر أو السابع أو كذا. لماذا؟ قال أدخل أتذكر الأمور اللي نحن عليها كنا عليها من الكذا وكذا. هذا فعل قوم نوح عليه الصلاة والسلام.
وقالوا لا تذرن آلهتكم. الناس انقسموا تجاه الصالحين إلى طرفين وسط، قسم يسب ويشتم، وقسم يتمسح ويعظم ويركع ويسجد، وقسم أهل السنة، سأل الله يجعلني وياكم منهم، لا إفراط ولا تفريط. كيف تكون محبة الصالحين؟ تكون محبة الصالحين بأن نكون عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل كانوا يقبلوا الأيدي والأرجل كما يقول هؤلاء المتصوف وغيرهم؟ لا. ابن بطة عالم من علماء الحنابلة خرج يوم إلى السوق وأقبل على طلاب من طلابه. أتخيل الآن أنه مثلا عالم من علماء يأتيك إلى بيتك أو يأتيك إلى دكانك تجلس؟ ما يمكن. نعم تصنع يعني وتصنع. فعندما أقبل ابن بطة رحمه الله كان يرى تحريم القيام للداخل. الطالب رأى الشيخ مقبل عليه، قام الطالب فرأى الغضب في وجه الشيخ، فقال للشيخ معتذرا، قال لا تلمني على القيام في حق فحقي حين تبدو ألا أمل القيام، أنت من أجل البرية عندي ومن الحق أن أظهر الإعظام، أقوم أقوم تزعل أو لا. فطح مفطح ما في كلام. طيب فقال ابن بطة له، قال أنت إن كنت ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فاعفني عن قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام القيامة. يا إخوانا الحقوق متبادلة، كما أن العقوق يكون من الولد قد يكون العقوق أحيانا من الوالد، كما أن المدرس يريد حقوق من الطالب كذلك الطالب يريد حقوق متبادلة. فسأجزيك بالقيام القيامة. قال لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلامة، وإذا صحت الضمائر منا فعلامة نتعم الأجسام. صحت الضمائر محبة الحقيقية أخواننا للعلماء. قلنا أن تكون على ما كان عليه السلف، تذب عن عرضه، تدعو له في ظهر الغيب، تأخذ العلم بحقه وتؤدي، هذا اللي يريد منك العالم. صحيح بعض الطلاب هدانا الله إياه يعني يجلس في الدرس متكئ وما ينتبه ويلعب في الجوال، وإذا انتهى الدرس قال وين الشيخ؟ يا أخواني إيش حدث؟ قال والله أحب الشيخ أريد أقبل رأس الشيخ. كذاب، والله كذاب هذا. صح الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أحيانا أمشي، الشيخ بن عثيمين يعني نحيف وقصير رحمه الله، يقول أمشي أحيانا في الطريق ويقول يأتيني طالب من خلفي يقول يمسك رأسي ويقبل رأسي، يقول والله يكاد رأسي يقع. هذه محبة؟ لا والله ما هي محبة للصالحين. محبة الصالحين نكون على ما كان عليه السلف الصالح. طوبى لعبد آخذ بعناني فرسي في سبيل الله أشعث رأسه مقبرة قدماء. كان في الحراسة ما يبالي ولا يريد أن يعرف عند المشايخ وكذا، وإن كان في الساقة قال آخر الجيش، قال آخر الجيش كان في الساقة إن استأذن هو معروف. هذا المحبة حقيقية. إذن سبب حدوث الشرك في الأرض من طريقين، هذا لابد نعرفها. الأول في قوم نوح عليه الصلاة والسلام بسبب الغلو في الصالحين. الثاني في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبادة كواكب السحر والكهانة، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. طيب هذا الأول. الثاني القبور إخواننا، الأصل أن تكون القبور خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك، والأصل أن الناس انقسموا تجاه القبور إلى طرفين وسط، قسم يبني على القبور ويعظم القبور رافضة، وأهل السنة والجماعة يعمرون المساجد وهؤلاء يعمرون المشاهد. طيب لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا. والقسم الثاني يحفر وينبش ويستولي على حتى المقابر، وأهل السنة وسط، الأصل أن يسنم القبر
وارتفع قدر الشبر ووضع عليه حجر أو حجرين ولا امتهن. طيب مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. زيارات عندنا زيارات القبور زيارات للقبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. زيارة شرعية بدعية شركية. الزيارة الشرعية لا بد فيها من شروط: أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له للأموات، أن لا يشد لها الرحل ولا يأتي بما يخالف الشريعة. هذه شروط الزيارة الشرعية: أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، الدعاء له للأموات، أن لا يشد لها الرحل ولا يأتي بما يخالف الشريعة. إن نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند الأموات هذه زيارة بدعية، وإن نوى بهذه الزيارة دعاء الميت فهذه زيارة شركية. هذه الزيارات عندنا أهل الإسلام. طيب الثالث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني يعاد وتكرر، تزور كل سنة كل شهر، لأن عيد يأتينا مرة في العام. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني يعاد وتكرر. ولهذا قال عيادة المريض، يعني تعيد وتكرر عليه الزيارة. أي نعم. طيب استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا بأن لا يجعل، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. دعا هذا، هل استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم ابن القيم، لأنه لم يسمع يقول في التاريخ أن أحد سجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا ما أحد يرى تربة القبر. ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. طيب الثالث من الأسباب، أسباب وقوع الشرك، الغلو في قبور الصالحين، كما غلا الناس في قبر اللات. لات رجل صالح كان يطعم الحجاج، يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وصار من أكبر الأوثان تعبد من دون الله، نسأل العافية والسلام. الباب الرابع قلنا أن المؤلف أغلق هذا الباب بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله سبحانه وتعالى باذل غاية جهدي في جلب المحبوب ودفع المكروه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا أمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه، فليس لنا إلا الاتباع. هذا والله أعلم ما يتعلق يعني بشيء من هذا القسم، وهو مهم جدا. الحذر من الغلو في الصالحين، لا إفراط ولا تفريط، وسط. مضرة العكوف عند القبر لأجل عمل الصالح، ما نسمع أي عبادة عند القبور، لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا استغفار ولا مواعظ ولا خطب ولا غيره، فقط ما يتعلق بالزيارة الشرعية بشروطها. وقلنا أن الزيارات ثلاثة: شرعية وبدعية وشركية. الثالث أننا نكون مع القبور وسط، لا إفراط ولا تفريط، وأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذه الطرق كلها. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا أمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه، لكن أبى بعض الناس إلا أن يرتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب بهذا إلى الله سبحانه وتعالى. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نحشكو محنة الإسلام. ترى الأعلام ورايات وذبح وحج وطواف، حتى والله يحج بعض القبور أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، والله 7 مليون أحيانا بعض المناطق، بل والله في بعض الدول قبور تعبد من دون الله من بعض المسلمين. القبر
أكرمكم الله الكلب. القبر طائر أيام الحرب العالمية نزلت لرجل صيني في منطقة ونزل قالوا هذا ولي من أولياء. طيب صيني صيني يا رجل يعبد من دون الله والله رجل. المهم يعني كان أكرمكم الله لديه حمار وهذا الحمار قام بخدمة يعني سنين طويلة ومات الحمار أكرمكم الله. فقال والله أنا ما أترك هذا الحمار يعني تأكله السباع لابد يعني أن أقوم بدفنه. خرج في أطراف القرية وأخذ يحفر 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 وألقى هذا الحمار في الحفرة وضع عليه التراب وتعب تعب شديد ورجعنا. خرج رجل من أهل القرية وجد هذا القبر في أطراف القرية فجاء إلى أهل القرية قال يا أيها الناس هلموا. قالوا لماذا؟ قال إلى رجل صالح دفنته الملائكة بليل في أطراف القرية. وخرج الناس وأصبحوا يعبدون هذا القبر. قام هذا الرجل بحث عن أهل القرية ما وجد أحد. خرج وجد هذا يطوف حول القبر قال ولكم ماذا تصنع؟ قال تعال رجل صالح دفنته الملائكة بليل. قال هذا حماري. إخواننا كيف نترك عبادة رب العالمين ونعبد جيف؟ تعبد جيفة تعبد رمة وتترك عبادة أرحم الراحمين؟ ولا يتغير أحد من الناس أحيانا عندما يذكر الشرك الكفر بالله الطواف حول القبور الذبح لها الاستعانة ما يحدث الشيطان على ما يذكر ابن القيم عند قبور هؤلاء من الخوف والرهبة. والله ما يخشع في صلاته قد تكون أحيانا صلاته باطلة ما يخشع لكن عند القبر تجد الخشوع والخوف والذبح ولا يعني يصنع هذه لله سبحانه وتعالى يصنعان هؤلاء لمن؟ لرمم. بل كانوا في القديم أذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القديم كانوا يعبدوا الصالحين. صالح الصالح ما يعصي يعبد أحجار ما تعصي أشجار ما تعصي. في عصرنا الحاضر نسأل الله العافية والسلامة يعبد من دون الله من ليس لا من الصالحين ولا يعرف التقوى بل يحكهم عنهم الكفر والفجور والعصيان وارتكاب الشرك الأكبر. فقال إذا كان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدوا في الصالحين وكفرهم الله فما بالك من يعتقد فيما يشاهد فسقه وضلال. نسأل الله العافية والسلام. نعم هذا قال إلى الله المشتكى. بعد هذا حدثت فتنة زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحاربوه وقالوا هذا الذي تدعو إليه التوحيد هذا ما يمكن أن يقع في الأمة الشرك. هذا الذي تقول من عبادة غير الله وغيره هذا ما يمكن يقع في الأمة. الشرك لا يقع في الأمة أو يقع لكن خارج الجزيرة العربية. وقالوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أخرج خارج الجزيرة وعلم الناس التوحيد وانكر الشرك. أما هذا الذي تراه من الطواف حول القبور والذبح لغير الله والاستعانة والاستغاثة والشفاعة وكذا وغيره هذا كله ليس بشرك. الشرك ما يقع في الأمة. فالمؤلف رحمه الله يعني حكيم ألف هذا الكتاب وذكر هذا الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الرد عليهم أخواننا اشترى عندنا قاعدة مهمة جدا. هذه القاعدة إذا ضبطها الطالب يرتاح من كل الشبه وهذه ذكرها محمد بن عبد الوهاب من أنفع ما يكون من القواعد عند طلاب العلم والدعاة لأنه ممكن يأتيك بعض الناس بشبه وكذا مفهوم. طيب هذا من أنفع ما يكون. وهذا المسألة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات. يقول أن الرد على الشبه أي شبهة تردك يقول الرد عليها من وجهين. وجه يعرف كل أحد بشرط أن يصغي لكلام الله
ورد ثاني مفصل هذا عند العلماء. إذا الرد على أهل الباطل، الرد على الشبه يكون من طريقين، مجمل ومفصل. المجمل هو الذي نحتاجه كلنا. فالرد المجمل سهل جدا، أي صاحب باطل يأتيك بدليل على باطله تقول هذا الكلام اللي تذكره لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه، وأقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وأنا والله ما أسمع لك ولا كلمة، وعندنا نصوص محكمة بينة واضحة لا يمكن نرجع عنها. هذا رد مجمل. أفصل أنا الآن لا إشكال. يعني مثال، لو قال لك قائل لا يمكن يقع الشرك في الأمة، وهذا الذي ترى من وقوع الشرك هذا ليس بالشرك، تقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، والله ما نسمع لك، ونحن نقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وعندنا نصوص محكمة بينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من وقوع الشرك، الأئمة الأربعة ذكروا في مذاهب الأربعة أشياء يكون بها الإنسان نسأل الله عليه وسلم مرتد حتى ولو كان في الجزيرة، وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم أهل الردة أين؟ في الجزيرة العربية، ولو كان الشرك ما يقع في الجزيرة كان قتال الصحابة المرتدين أمر باطل، وأنت من الذين سمى الله لنا والله ما نسمع لك، صحيح؟ هذا رد مجمل. وفي شيء من التفصيل، لأن اليوم أخواننا يعني تأتيك رسائل على هذه الأجهزة اللي قلنا كسروها وارتاحوا، والله أشياء طمات يا رجل. أي نعم، نزلت، كان عندي في رمضان عندنا إشكال ورحت الفلبين. المهم أول ما نزلت المطار طلعوا لي الجوالات وكذا، وقالوا شوف هذا الخلافة الإسلامية ولابد نخرج ونبايع. يعني هم بينه وبين العراق أكثر من يعني الآن بالطائرة 9 ساعات 8 ساعات، وقالوا لازم نخرج نبايع، وإذا ما بايعنا يكون علينا كذا وكذا. فقلت لهم سبحان الله أخواننا، أنتم تعرفوا هذا؟ قال ما نعرف. تعرفوني أنا؟ قال نعم نعرفك. أنا هذا ثاني مرة أروح لهم الحمد لله. قال نعرفك. قلت سبحان الله، لماذا ما تبايعوني أنا؟ أنا أنادي بالخلافة الإسلامية، لماذا ما تبايعوني؟ أي واحد يظهر لكم وقل بايعوني تبايعوه، لو يظهر لكم الشيطان يظهر لكم الدجال تبايعوه، ما يمكن هذا إخوانا. فالشبه إخوانا شبه خطافة، فأي إنسان يأتيك بشبهة ما تستمع له أصلا، وهذا إشكال في من يرسل الآن الرسائل، لأنه قد تكون أنت سبب في نشر الباطل وأنت ما تدري. فأي إنسان يعني مثلا الآن لو قال لك قائل يصح الحلف بغير الله وعندي دليل في صحيح مسلم، تقول هات الدليل؟ تقول والله ما أسمع لك، أنت من الذين حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم تتبع المتشابه وتترك المحكم، عندنا أدلة ما يمكن نعدل عنها، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك وانتهى الأمر، صح؟ هذا رد مجمل يعرف كل أحد. لو قال لك يصح أن تصرف شيء من العبادة لغير الله، تقول اسمع، أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وكل من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر، والله ما أعدل عن هذا. قال عندي 1000 دليل، نقول مليون ما يمكن نتغير عنه، صح؟ صحيح. لو قال لك عندنا أدلة وبراهين على أن الشرك لا يقع في الجزيرة العربية أو في الأمة، تقول ما أسمع لهذا الكلام. وبهذا أخواننا نرتاح من الشبه كلها. لكن إشكال عندنا أننا نخالف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، قال فاحذروهم. وهذا اليوم تراه في بعض القنوات في بعض كذا يخرج، يعني ما يخرجوا أحد من هيئة كبار العلماء أو كذا، يخرجوا فلان مو معروف لا بالعلم والله ولا بالتقوى ولا بشيء أصلا، ما ندري من أين خرج، يخرجوه إيش يقول؟ يقول كذا ويقول كذا
ويسمع الناس لهذا الشبه. حتى والله يعني في أشياء معلومة من الدين بالضرورة أصبح اليوم يشكك فيها بعض. يا أخوانا في أحد يشك في إبليس؟ لو قال لك إنسان إبليس قد ترى في الجنة تقول طيب إذا من في النار إذن؟ أنت مذنى سمى الله لنا تتبع المتشابه تترك المحكم. لو قال لك قائل مثلا كذا وكذا، فأخواننا عندنا قاعدة قعدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن نفتح باب الشبه، اغلق هذا الباب ترتاح. يكفي في الرد على أي شبهة بأن تقول شبهة الحمد لله وانتهى، وإحنا نترك المتشابه ونرجع إلى محكم البين الحمد لله. بل هناك بعض الطلاب هدانا الله إياهم في هذه الأيام يقول فلان من الناس يحيي السنن المهجورة وهو يحيي البدع. عبد الله بن الصبيق، عبد الله بن الصبيق كان يتبع المتشابه وينشره. أخذ عمر رضي الله عنه إلى المدينة وفي كل يوم كان يضرب عبد الله بن الصبيق ثم يوضع في السجن. فجاء يوم إلى عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، يعني اقتلني الآن كل يوم يضرب وأحسن، وإن أردت تأديبي فقد تأدبت، ما أعود للمتشابه أبدا. فترك عمر رضي الله عنه وأرسل وراءه أبو موسى رضي الله عنه. أبو موسى رضي الله عنه خرج وراءه ما عاد. مات عمر، جاء أهل الباطل إلى من؟ إلى عبد الله بن الصبيق، قالوا مات عمر لا درة ولا سجن ولا غيره، أرجع متشابه. قال لا، أدبتني درة عمر. فأخواننا لابد نتأدب، ما ننقل متشابه أبدا، شبهة أحيانا أو كلمة يعني قد تفتح باب شر وأنت لا تدري عنها. وأنت تعرفوا في هذه الأيام مثلا يعني بعض العوام تأتي كلمة واحدة يترك شيء من العبادات، يقع في شيء من المحرمات بسبب رسالة أنت تكتب في الرسالة أن هذا الأمر مردود عليه مثلا على كذا، وهي تفتح باب عند هذا العامي باب شر والله. فهذا هذا الرد على أهل الباطل يكون من وجهين، مجمل هذا يعرف كل موحد، ومفصل هذا يحتاج إلى تفصيل وذكر الأدلة. طيب الشرك يقع في الأمة وفي الجزيرة، أحاديث أدلة من القرآن ومن السنة وكذلك أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قلنا قتال الصحابة للمرتدين في الجزيرة، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في الجزيرة العربية، وفيه أن الأئمة في المذاهب الأربعة يذكروا في كل مذهب في حكم المرتد أن أشياء يكون بها الإنسان مرتد ولو كان في الجزيرة العربية. وما الذي يفرق بين الجزيرة وغير الجزيرة؟ نعم، وغير هذا من الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. كم بقي؟ سبحان الله، أنا دائما عندما أسألك تقول انتهى الوقت، يعني ثلاث دقائق. طيب يكفي، نبغى نريد منكم بعد صلاة العشاء إن شاء الله كل واحد يكتب لنا علامات يعرف بها الساحر، لأننا نتكلم إن شاء الله على أعمال الشيطانية. نريد تكتبوا لنا كل واحد يكتب يعني أشياء كيف نعرف الساحر، كيف نعرف أنه هذا ساحر، كيف يعرف الساحر، أشياء يعرف بها الساحر تكتبوها لنا إن شاء الله تعالى أي بعد صلاة العشاء.